بعد میفرماید الا من دعا اله از شعار آگاه باشید هر کسی که دعوت کنه به این شعار تفرقه هر کی میخواد باشه هر کی دیدید از حلقومش به جایی که هر وز وحدت بزنه هر وز خیانت و دشمنی و ما آقا چنینیم ما اونا چنانن هر چی باشه عزاداریه نمیدونم عزت محسنه نمیدونم جشن نوه ربیه میدونم چی و فلان که هست هر کی میگه خیانت داره میکنه هر کی میگه هر کسی که شعار این رو میده حالا حکم شرعیشم هم خیلی جالبه چون این کسی که داره این کارو میکنه مثل یک آدم راهزن نیست مثل اینا نیست که میرن مسلانه میرزن مثلا خونه یکی رو قارت میکنن الان یک کسی بره خونه یکی رو مسلانه قارت کنه ما میگیم آقا این مفسده فلزه ادامش میکنیم ولی فتنه کردن در دنیای اسلام از اینکه یک ای کسی را بیفته تو خیابون ده نفر آدمو بکشه خیلی بدتره چون در واقع همه مسلمان رو به باد فنا داده میفرماید که الا آگاه باشید من دعا اله ها شعار هر کسی که به این شعار تفرقه دعوت کنه فقتلوه بکشید اونو یعنی حکم این شخص قتله ايي اللي كسي يامشي خيانه به دنيا اسلام ميكنه مسلمونا وظيفه شونه كي براني بوكشني لا حول ولا قوه الا بالله مدير حوزه في طهران ضعف الطالب والمطلوب اي خاك السرش ان شاء الله على هالحكي هذا اي خاك السرش ها خايب بدرس برسرش مدري انتم بعد هاي لغتكم ايش مدرينا يعني اي شوفوا هذا كله مع الاسف بسبب انسلاخ هذا النظام القمعي الخامنئي <applause> عن الاصاله الشيعيه يعني نفس اسلوب الخوارج حقيقه النظام هذا لا يتسامح ابدا مع اي فرد يدعو في داخل ايران مثلا للمصالحه مع رموز النظام السابق نظام الشاه ابدا لا يتسامح ومستعد ان يريق الدماء وقد اراق من أجل الحيلولة دون عودة النظام السابق أو الانفتاح على رموز النظام السابق الشاهن شاهية كما يقال له لكنه في المقابل مستعد للانفتاح المطلق بل وتشجيع كل من يدعو للمصالحة مع نظام أبي بكر وعمر ورموزه مع الفارق بين النظامين لأن كان نظام الشاه مجرما وقد كان مجرما فقد قتل أناسا عذب أناسا لا يساوون بمجموعهم بأرواحهم وبدمائهم لا يساوون شسع نعل فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام نظام ابي بكر وعمر ماذا فعل؟ سيده الوجود بنفسها قتلت وتدعونا للمصالحه مع هذا النظام ومع رموز هذا النظام وحين يستدل هذا الجاهل الابله اذا هذا مدير حوزه هكذا يتكلم بعد شوف حال الطلبه شنو المساكين يستدل بقول امير المؤمنين عليه السلام الا ومن دعا الى هذا الشعار فاقتلوه كائنا من كان ولو كان تحت عمامتي هذه ويقصد بالشعار شعار الخوارج الحكم ان الحكم الا لله لانها كلمه حق يراد بها باطل، هذا الشعار لما كان الخوارج يعلنونه يعني لما كانوا يصرخون لا حكم الا لله لا حكم الا لله كان هذا بمثابه اعلان حرب يعني كان هذا هو الشعار الشعار بالمناسبه عند العرب يعني الكلمه التي تقال لكي يرفع كل سيفه فهي لحظه رفع السيوف تاجيج الساحه ورفع السيوف فامير المؤمنين عليه السلام يحذر من هؤلاء الذين هم بالفعل قد بغوا الفساد في الارض والا لو كان مجرد شعار انتبهوا مجرد شعار ليس يستتبعه شيء من حمل السلاح او اراقه الدماء لتركهم امير المؤمنين عليه السلام لانه وضع هذه القاعده الذهبيه في التعامل مع الخوارج قال ما مضمونه إن تكلموا حججناهم إن سكتوا تركناهم وإن تكلموا حججناهم وإن قاتلونا قاتلناهم ثلاث مستويات فالآن هؤلاء الذين يرفعون هذا الشعار الدفاع عن المحسن الشهيد عليه السلام ذكر مظلوميته وقضيته وكيف قتله الوغد عمر وصاحبه قنفذ لعنهم الله يقيم المجالس المحسنيه في الليالي المحسنيه هذا يطرح هذا الشعار باغيا للفساد في الارض مشهرا للسيف ذاك الذي يحتفل في يوم التاسع من ربيع بهلاك الطاغيه الثاني وهي سنه معصوميه بل ونبويه كما في الحديث الشريف وتتابع عليها اعلام الشيعه عبر العصور. هاي مجالس فرحه الزهراء عليها السلام كما يصطلح عليها شعبيا. هذا الذي يحتفل في يوم التاسع من ربيع يكون باغيا في الارض، مفسدا في الارض. يعني ما هذه المقارنه؟ والله ان كان هنالك احد بغى في الارض فسادا في جسمنا الشيعي فهو علي خامنئي لأنه زج لا ايران وحدها بل زج المنطقه كلها في حروب وويلات الحروب والصراعات التي سفكت فيها من الدماء ما سفك لكنها العين العوراء والأدلجه يعني هذا طبيعي يتكلم مثل هذا المنطق وأسوأ من هذا المنطق مستعدا يتكلم أيضا لأنه مؤدلج عمامة مؤدلجة بأيديولوجية هذا النظام الفاجر نظام خامني عجل الله بزواله والله عجيب صراحة عجيب أن واحد الآن إذا يروح بإيران ويصيح يا أيها المسلمون أتلو عليكم خطبة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله في أبي بكر وعمر تعالوا واسمعوا يعتقلونه ويزجون به في السجن أي يعني شنو صار فرقك أنت إذا عن عن الأنظمة القمعية والمستبدة شنو إذا اللطيف مرة نقلت لكم أنه خامنئي مرة يعترف يقول أنه خميني كان في زمانه كان أحيانا يتناول معاوية في بعض خطبه. طبعا ما يتناول أبدا أبا بكر وعمر وعثمان بل بالعكس كان يمتدحهم أحيانا. لخميني كلمة في مدح عمر نقلتها لكم ذات مرة. ولكن أحيانا كان يتعرض لمعاوية ويذكر مثلا نفاقه أو سوءه فيقول خامنئي يقول يقول أنا جئت إلى الإمام ويقصد خميني وقلت له أنه هذا ينبغي عليك أن تتركه فإن هذا يؤذي مشاعر إخواننا فيقول من تلك اللحظة أيضا هو يعني أبدأ استغرابه وتعجبه وقال لم أكن أدري أن هذا يؤذي مشاعرهم فمنذ تلك اللحظة لم يعد الإمام يتعرض إلى معاوية <applause> وهذا الإنجاز العظيم الذي سجله علي خامنئي في سجل أعماله يعني أنه عقد لسان خميني عن التعرض لمعاوية كملها بعد يزيد بعد وصلها هو صراحة من طيحان حظ المخالفين مفروض المخالفين بإيران يقولون لا إحنا يزيد كأبي بكر عمر أما نسمع حد يتعرض له فرح ينجبر علي خامنئي يوجه أوامره للوعاظ والملالي وهؤلاء ال الروحانيون بقولتهم انه بعد لا تتعرضون الى يزيد شوي شوي يكملوها على عمر بن ساعد وعلى شمر وعلى بن زياد وكلهم بعد خلصوها بعد سدوا باب الفتنه نهائيا خلص بعد لا تتكلمون على احد تمام ماذا بقي؟ كيف تعرف الأمة الحقائق إذن؟ كيف تعرف حقائق هذه الشخصيات الملعونة؟ وإجرام هذه الشخصيات؟ كيف؟ خلاص لا تتكلمون أنتو على الشاه. مو الشاه ليل ونهار تسبونه في الاعلام الايراني. لا تتكلمون علينا. مو انتم ما تريدون الفتنه والفساد في الارض، ليش تتكلمون علينا؟ لا تتكلمون خلاص سكتوا. لا مستعد هو يسوي جداريات جداريات في ايران عليها صوره السيد المرجع عليها صور اخرين ويكتب عليهم هذول عملاء الانجليز والتشيع الانجليزي وما ادري شنو اعلام امريكا واسرائيل دعايه بروباغندا ليل ونهار على اساس شنو؟ تعبير عن الرفض لنا. انا اريد اسوي جداريه واحده في ايران ضد عمر بن الخطاب قاتلوا سيدة الزهراء عليه السلام ما تسمحون.